تطاول ليلك بالأثمدي، ونام الخلي ولم ترقدي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. وذلك من نبأ جاءني، وخبرته عن أبي الأسود، ولو عن نثى غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند. بأي علاقاتنا ترغبون؟ أعن دامع عمرو على مرثدي؟ فإن تدفنوا الداء لا نخفه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعدي. وإن تقتلونا نقتلكم، وإن تقصدوا لدم نقصدي. متى عهدنا بطعان الكمات والحمد والمجد والسؤدد، وبني القباب وملء الجفان والنار والحطب المفأد؟ وأعددت للحرب والثابة جواد المحثة والمرود، سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعة السعى في الموقد، ومشدودة السك موضونة تضاءل في الطي كالمبرد. تفيض على المرء أردانها كفيض الأتي على الججد، ومطاردا كرشاء الجرور من خلب النخلة الأجرد. وذا شطب غامضا كالمه إذا صاب بالعظم لم ينأدي.